كان الفاروق رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول أعطوا الفقراء حتى تغنوهم، مش أعطوه هيك دراهم درهمات كذا، لا، أعطه لكي يغنى ويغتني لسنة على الأقل، حتى إيه؟ يصبح إيه في الحد الأدنى من حدود ماذا؟ الغنى، غنى سنة، كفاية سنة. وكان يقول رضوان الله تعالى عليه وأنا أقول الإخوة الذين عندهم تحفظات على سيدنا عمر من إخوان الشيعة وغيرهم، والله والله هذا الرجل لو درستموه بنزاهة واتركوا قضية إمامة ونزاع مع الإمام علي عليه السلام، هذه قضية كبيرة إن شاء الله وسنعود إليها بعون الله، ولابد أن تناقش وأن يفتح ملفاتها، ولكن اقرأوا هذا الرجل كأنه يا سيدي ليس من هذه الأمة، كما تقرأون سيرة بسمارك ونابليون ويوليوس قيصر وأنا أقول متأكدا أيها الإخوة من قولي ستعجبون به أشد الإعجاب، لكن اقرأوا تاريخه، لا تقرأوا فقط إيه فصل النزاع كما يعرض في كتبكم إيه بينه وبين الإمام علي عليه السلام، بينه وبين أهل البيت لن تحبوه طبعا، واضح بالطريقة هذه، ليس هكذا، تعرفون خطر لي اليوم وبأمس في الحقيقة خطر جديد وجميل جدا، لماذا؟ لأنني أنا أفعل هذا حتى مع الماركسية ومع الوجودية ومع الإلحاد، كل نظرية كل فكرة كل شيء أتعاطى معه أقرأه، أقرأه بروحية من يريد أن يتبنى، نعم نعم، لا من يريد أن ينقضه، لا لا أبدا، أفترض مبدئيا أنه قد يكون إيه حقا وصوابا وأنه أحسن مما عندي، ولذلك أدخل إيه أيها الإخوة بحيدة كاملة وموضوعية غير متهم إيه لنفسي بالانحياز أيها الإخوة لكن حين يفشل هذا الشيء أن يقنعني أعلم أنه فاشل، وأستطيع أن أناضل وأن أجادل أيها الإخوة أهله وأحسن من يدافع عنه وأثبت له أنه فاشل، لماذا؟ لأنني جربت أن أتبناه بصدق فلم يفلح، هكذا ينبغي أن يكون الباحث إلى هذه الدرجة، إذا لم تكن كذلك ليس لك علاقة بالبحث ولا بالبحث عن الحقيقة ولن تفهم الحقيقة، مسألة صعبة جدا، في نهاية المطاف الحق الذي هو الثابت، حق الشيء وحق إذا ثبت، الحق الذي هو ثابت في ذاته سوف يفرض نفسه، لكن بمثل هذه الموضوعية والجراءة والتجرد والنزاهة إيه؟ الكاملة، والنزاهة الكاملة.